عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مريم شانيل. اليوم إن شاء الله الفيديو ديالنا اليوم غادي يكون عبارة عن مركز الفراولة أو مركز الفريز. بما أننا مقبلين على شهر رمضان الكريم غادي نحضروا مركز الفراولة. كنحتاجوا العواصر بزاف وكنحتاجوهم حتى في فصل الصيف. فيديو المجيء ان شاء الله نحضر معكم مركز الحامض او مركز الليمون اللي كنحتاجوهم. المهم قبل ما ندوزو نشوفو طريقه التحضير، اللي ما مشاركش القناه ديالي يشارك في القناه ويفعل الجرس باش يوصل بجديد القناه. بسم الله على بركه الله. غادي ندوزو نشوفو طريقه التحضير مع المكونات. اول حاجه كنحتاجو الفراوله، كناخذوها كندير معاها الماء باش يحيد من هذاك الشوائب. بلا ما نحيدو من هاد الربيعه اللي فيها كنخليوها بالنبته ديالها باش ما تخسرش لينا. غادي نخليوها حتى تسقطر. انا غسلتها وخليتها تسقطرات ودابا غادي نقطعوها. غادي نقطعها دابا، غادي نحيد ليها هاد النبته اللي فيها وغادي نقطعها هكا. كيف ما كنعرفوا فصل الصيف كنحتاجو العواصر اللي كيكونوا من العيشة مهمين، هادشي علاش كنحضروهم قبل ملي كنختصرو شوية د الوقت. عارفين في رمضان كنستعملو وصفات اللي شوية كتاخد شوية الوقت، داكشي علاش نحاولو هكا نوجدوهم قبل العواصر قبل، حيت هكا كي كتخليهم في المجمد يبقاو لك حتى عام ما يخسرش. وفي الفيديو المجيء ان شاء الله غادي نوريكم الطريقه ديال باش تحافظوا على الفريز هكا مصايب بلا ما تديروا مركز. يعني تقدروا تحتاجوا بزاف ديال الوصفات من غير العواصر، يعني تقدروا تخلو طارطولات اي حاجه فرمنا هكا كنحتاجوهم. نحتاجو التحليات هكا تقدر تحتاجوهم مزيان. المهم انا غادي نكمل الفريز ديالي كامل. انا هنايا راه صممت 2 كيلو ديال الفريز، غادي نكملهم في التقطاع ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. انا بعد ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال الفريز، انا خدمت بجوج كيلو ديال الفريز. كل كيلو ديال الفريز كنخدمو به نص كيلو ديال، كنحتاجو ليه نص كيلو ديال السنيده. انا هنا عندي 2 كيلو ديال الفريز، يعني احتاجيت كيلو ديال السنيده. نضيف ليه السنيده و غادي نحاول نحركو هكا باش كيتلبس داك السكر. الا خدمتو بكيلو ديال الفريز غادي تضيفو لي فقط نص كيلو ديال السنيده. طنجرة هكا هادي جميلة ولا اي حاجة عندكم، تقدرو ديرو كوكوط طنجرة الدار. وغادي نخليوها ليلة كاملة في هاد السكر حتى يطلق لينا داك السيروم اللي فيه. غادي يطلق لينا واحد السيروم اللي هو اللي غادي نحتاجوه باش بلا ما نضيفو ليه الماء باش يجينا مركز
يعني غادي نكتفيو غير بداك الصيام اللي غادي يطلق لينا. المهم غادي نخليهم حتى انا ليله كامله، ومن بعد غادي نرجع معكم ونوريكم السيروم اللي طلق لينا الفريق. خليكم معايا. انا البنات بعد ما خليتو ليله كامله، خديت الفريز ديالي ليله كامله في المطبخ ولا ما دخلو الثلاجه. هذا هو السيروم اللي كيطلق ليا، باش ما نحتاجش نزيد له الماء. كيطلق لينا هذا السيروم، هادشي ريحتو زاله، يعني هكا كتخليه يبات ليله كامله حتى كنحصلوا على هذا السيروم. كنبقى نحركو هكا باش ما يبقاش ليا داك السكر لتحت. غادي نحركو مزيان، ودابا غادي ناخد هاد الطنجرة غادي نحطها في النار المدة ديال دابا البنات. غادي نضيف ليها كاس ديال الماء باش ما يتحرق لياش السكر والسيروم، وغادي نقص البوطة نخليها تكون البوطة مهيلة، ونبقى هكا مع التحريك. ودابا البنات بعد ما حيدنا الطنجرة من على النار، غادي نحرك شوية بما تبرد، وغادي نبدا دابا كنطحن الميكسور. بالنسبة لي ما عندوش الميكسور يقدر يطحنها بالمولينكس بحال بحال، غير المولي يعني بالنسبة للميكسور كيكون بسرعة وسهل. كنطحنهم مزيان، انا بعد ما كملت الطحين ديالو غادي نرجع النار، نرجع الطنجرة للنار واحد دقيقة هاد المكانة باش يشد لي راسو، يعني اختار شوية صافي نحيدو من في البوطة. ها هو الخليط ديالنا بعد ما خليناه دقيقة فوق البوطة، هو كيولي بهذا الشكل كيختار شويه. برد ليا شويه الخليط ديالي، دابا غادي نخويه في البواطات. بالنسبه لي ما بغيتش يخدم بالبواطات يقدر يخويهم في بلاستيك غذائي اللي كندخلو المجمد. انا هاد الكميه عطاتني بواطة كبيرة وبواطة صغيرة، كيجي زوين بزاف وسريع في التحضير. وهنا يعني دابا غنقدمهم لكم في طبق التقديم. دابا عطاني هاد المركز جوج انواع العصير، تقدر تضيفو ليه الماء كيف ما تقدر تضيفو الليمون او اي فاكهة. والنوع الثاني خديت واحد الكميه ضفت ليها الحليب وصايبت عصير بالحليب والفخاز. جربوهم ودوا عليا الخبر. البنات الفيديو ديالي سهل هنايا اليوم، تقاسمت معكم الطريقه ديالي في تحضير مركز الفراوله. كنتمنى تجربوه غينال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك، وتخليو ليا التعليق ديالكم اللي كيفرحوني. ومرحبا بكم ديما على قناه مريم شانيل.